وحشوم الحبيب ديالي نتخلصوا من الناس من الطبقه المعوزه واضافه الى العجزه. حنا غنهزوا ثلاثه ديال الناس، حنا غنهزوا ديك المره اللي مولات الكوتشي، حنا غنهزوا ديك الناس كبارين. انا فرحان بهذا الشيء هذا، انا الحلم ديالي هو هذا. هذه المبادره اللي عملنا ديال التاكسي، اول حاجه بدينا برحله لذوي الاحتياجات الخاصه بالمجان، وهذه الفئه المعوزه راه محتاجه لنا. بغينا يوقع ديك الانسجام بين هذه الفئه هذه، نحسوا بها شويه وننسجموا معها، حتى المواطنين شافونا عاملين ديك الفكره هذه، المواطنين بقاو كيدعمونا. اذا ملي بداو كيدعمونا يعني راه شجعونا. وحشومه الحبيب ديالي نتخلصوا من الناس من الطبقه المعوزه واضافه الى العجزه. المهم حنا من الاولويات ديالنا الاهتمام بالعجزه وذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا راه الدعم بالنسبه لنا. من بعد ما عملنا التجربه ديال المده ديال نقولوا حنا واحد شهرين واحد المده، كيفاش ملي كنوصل الفكره للناس وكنشرح الفكره للمواطنين، كنلاحظ ان الناس كيلاحظوني واحد اللحظه ديال البطل، كيشوفوا فينا الشوفر البطل. ومنك وديك شوفر البطل فين هي؟ في ديك الشرح اللي كنشرح لهم بلي ان حنا غنهزوا ثلاثه ديال الناس، حنا غنهزوا ديك المره اللي مولات الكوتشي، حنا غنهزوا ديك الناس كبارين، حنا غنهزوا كذا. ملي كنبقى نشرح للناس كنحس براسي كيشوفوا فيا شوفره البطل. اذا هذا نداء للسائقين، علاش الاخوان ما تكونوش في موقع بطل؟ انا كنحس براسي بطل. اللي كيقول لك السائق خصو يرجع الكرامه ديالو، ها الكرامه ديالك بطريقه سلميه، اعمل هذا الشيء هذا، اعمل الخدمه ديالك وغتحس براسك بان الكرامه ديالك طلعت. انا دابا ملي كنبقى نشرح للناس كنحس بالفخر اخي، والله الا كنحس بالفخر. حتى بعد المره كنقدر الدموع كيبغيو يهودوا لي بديك كنشوف ديك الناس. وانا باش جات الفكره هي انني شفت الشكايات هذه المده ديال 20 سنه وانا خدام في التاكسي، شفت كنسمع الشكايات ديال الناس كيهضروا بزاف على اشنو كيعمل التاكسي. انا خديت العامل المشترك ديالهم كامل وخدمنا عليه، فهمتيني؟ خدمت على العامل المشترك. شنو هو ديك ما كيهزوش ثلاثه ما كيهزوش كذا، انا هادو خدمت عليهم. قلت قلت انا غنخدم على ديك العامل المشترك اللي كيجمع ما بين الشكايات ديال المغاربه كاملين وغنخدم عليهم، ربما غادي يكون خير. ولكن النتيجه بانت، والله الا النتيجه بانت والحمد لله، والفضل كيف جاء الله سبحانه وتعالى. اللي بغينا نعملوا هذا الخير هذا، واجهنا بزاف ديال المشاكل من اخواننا السائقين، فقط المواطنين راضين علينا، المسؤولين راضين علينا في هذه الفكره هذه. لقينا المشاكل من عند خوتنا السائقين، ولكن انا اعتبرتهم انهم قوم لا يعلمون، ونتمنوا يفهمونا، ومرحبا بهم عندنا. وانا من هنا من هذا المنبر هذا كناشد جميع السائقين بطنجه، يكونوا كينتميون اي حزب، يكونوا كينتميون اي نقابه، البيبان ديالنا محلولين ليلو، مرحبا به عندنا. ولو يسبنا ولو يعايبنا، حنايا المجموعه ديالنا مسالمه متسامحه، كنرحبوا باي سائق جا عندنا. ملي كان الحجب الصحي يوم 15 شهر 3، جلسنا مع الاخوان، كنا توقفنا من العمل، جلسنا مع الاخوان، وكان ديك القضيه ديال كنطلبوا الدعم من الولايه، بغينا الدعم، والدعم كنا كنطلبوا على شكل قفه. قلنا ما نبقاوش نتسناو حنايا، قلنا انوضوا نتحركوا ونعملوا شي حاجه بيناتنا. نوضنا عملنا واحد التكافل اجتماعي بيناتنا، بقينا كنجمعوا بعضياتنا، كنجمعوا فيما كيضر فينا شي واحد، كيضر فينا شي واحد كيهاتفنا في التليفون، كنوضوا حنايا كنفذوا له المسائل ديالو، كنفذوا له ديك الطلب ديالو، ديك القفيفه ديالو، اولا اللي كتب الله كنعاونوا بها. وبما اننا صممنا في هذه العمليه، طلبوا مني الاخوان باش نكونوا تحت اطر قانونيه، طلبوا مني الاخوان نكونوا قانونيين. قلنا اش غنديروا؟ اجي ناسوا جمعيه. واليوم الحمد لله حنايا كنأسسوا جمعيه وباغي نأسسوا جمعيه، وكنتمنوا من المسؤولين يساعدونا باش يعطيونا الوصل ديال هذه الجمعيه. باغي نعملوا واحد البدله موحده تعطي واحد النظره للمدينه ديالنا ونعليو بالمدينه ديالنا، واللي ما علاش ما نعليوش بالمغرب ديالنا كامل. وكنطلبوا الفكره تعمم في المغرب، علاش لا؟ عندنا طلب واحد كنطلبوا حنايا من الولايه، وطلب ممكن ومعقول وحضاري، الا فهو نطلبوا الحصول على رخصة سيارة الأجرة. كنطلبوا من الولاية، إلا بغينا نطلبوا غنطلبوا الرخصة سيارة الأجرة لكل سائق، أو على الأقل رخصة لسائقين. هذا هو المطلب اللي ما كينتبه ليه حتى شي واحد، وهذا هو المطلب الأساسي والمطلب المعقول، هو هذا.
مرحبا بكم ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجان كامله، مرحبا بكم. ورا معروفين الحمد لله، اقسم بالله العلي العظيم كنمشي موراه حتى للدار، وهاد الهضره ما خصنيش نقولها. اقسم بالله العلي العظيم واحد الفرحه لا هو لا ولادو لا كلشي، اقسم بالله كيفرح. كنمشي ونهزو ونزلو ونزلو الكاكاس ديالو وندي كيصفي الحبيب ديالي الكلاوي، اقسم بالله انا بيدي الدموع كيوقفوا لي هنايا حق الحمد لله. ديكسي ماسين بالاراده ديال الله عز وجل اللي قال انا فرحا بهذا السياده، انا الحلم ديالي هو هذا. انا كنقول لك سيدنا الله ينصرو عاطيني محل انا عامل فيه جمعيه تكافل والتفاؤل ساقصي فرح. انا بغيت نجمع خوتي، انا ما عندي الخط مع حتى شي واحد، وسقسي عليا اي واحد قول لهم غير طرزان. انا سميه ديالي ماشي طرزان عام ولقم، انا سميه ديالي محمد عثمان. الحق سميه ديالي كيعيطوا لي الكنيه ديالي طرزان، معروف ماشي غير هنايا، معروف في المغرب ومعروف حتى في اوروبا. والحمد لله ربي اللي لقانا في الخير ونتلاقاو في الخير ان شاء الله يا ربي. شكرا خي ديالي، الله يطول لك في العمر، وكان ساكنة طنجة كاملة الله يطولوا في العمر اللي واقفين معنا ويقفوا معنا الى صافينا ان شاء الله. شكرا الاخوة، ارحم والديكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.